فرق امكانيات افضل. مثلا الاهلي عنده يعني لاعبين يمكن متميزين، التبديلات اللي تضيف. هذا الجمهور كابتن سلطان، نعم هذا يعني رقم 12 هذا اليوم. لا لا رقم واحد صراحه، لا رقم 12 الاهلي يعني اللاعبين يعني اليوم كان هم يعني صراحه صراحه هم يعني اعطوا دافع كبير اكيد لكل فريق يلعب مع الاهلي اليوم يلاحظ يعني يقدر يقدم سيت على هالحضور اللي قاعد يقدمه الجماهير لمساندة فريقها. ولكن نقول الأهلي برضو مع الاستقطابات القادمة بيكون شكله أفضل بكثير، لأن يعني اليوم كرة واحدة بس، كرة واحدة اللي لعبت صح اللي هي علي مجري، في كرات برضو زياد الجهني قدم كرات جيدة. كنت تحت الهواء تتكلم تقول لي أنه تغيير زياد الجهني كان تغيير صحيح، نعم يعني بيحدث فارق. إيه وانا من قبل قلت بين شوطين قلت المدرب الحلوله اول شيء زياد، لان لاعب متمكن، انت لاحظت تمركزه وين يطلب الكرة. وين يطلب الكوره يعرف يمرر، يعرف باليمين بالقدم اليمين واليسار، اعتقد هذا اللاعب متميز. ولكن برضه ساعد يعني تراجع الحزم في المناطق الخلفيه، لو تلاحظ دفاع الحزم ما وصل وسط الملعب او الثلث الاخير قاعد امام مرمى، هذه مشكله. يعني حتى فريق منافس يعني تبغى تخرج بالتعادل ما هو بهالاسلوب، يفترض طيب انك تخرج بالتعادل انك برضه تفعل دورك في الوسط في الهجوم. طيب كابتن